طاس الورا لبركات حقاق يطلع كورته حلوه ناحيه شريف رضا، عاوز يعدي شريف هيعدي ولكن لمسه كريم الديب وتلعب بره الملعب طوبه ركنيه. سلامات للديب، سلامات للاعب كريم الديب في التحام كان موجود مع شريف رضا. هذا الاستلام وهذه المهاره وعلى طول الانطلاقه ولكن طلع بره الملعب وطوبه الان ضربه ركنيه لصالح نادي سموحه السكندري. الضربه ركنيه واصابه اللاعب كريم الديب، ان شاء الله باذن الله يكون سليم ويكمل المباراه على الف خير. سلامات لكريم الديب. هذه العاده للهجمه الماضيه والسقوط اللي كان موجود من لاعبي الاتحاد ولكن حكم اللقاء قال له مفيش حاجه واكد على القرار حكام الفيديو. اداره تحكيميه جيده لحكام النهارده الحمد لله، محمود الدسوقي ومساعديه، هاني عبد الفتاح ومصطفى حسن، وحكام الفار محمود ناصف ومحمد علاء هاشم. تحليل لمسه والهدف، الهدف التاني جول، الهدف التاني جول 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 جول، الهدف التاني لسموحه في لمسه في عرضيه في متابعه جميله في شباك مرمى الحارس عمرو خليل. الهدف التاني للموج الازرق في الدقيقه 60 من عمر اللقاء. اللاعب المحوري على طول دودو، هذه العاده، هذه العرضيه الساحره ثم الراسيه ثم المتابعه الجميله والتصويب بقدم اللاعب دودو عشان فريق سموحه يعملها تاني ويسجل الهدف التاني، هدف التعزيز ده في الدقيقه 60 من عمر المباراه. تعامل غير جيد من حارس مرمى عمرو خليل